الزول يا اخواننا السحرة ديل اول حاجة يحاربهم بالعقيدة الصحيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، واعلم، ودي رسالة لأي ساحر، واعلم أن الأمة، مش أنت، أنت والجن بتاعنك وإبليس الكبير، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. تعرف إنه ما بيقدر يسوي لك حاجة وما يقدر يضرك إلا بإذن الله، فإنت ما تخاف منه، تخاف من ربك سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، السحرة دون الله والجن دون الله والرسل دون الله والملائكة دون الله، ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون، ما عندهم كشف الضر عنكم، لا بيقدر يشيل منك الضرر الوقع عليك لو ربنا ابتلاك بأي شيء من الأشياء، ما بيقدر يرفع عنك ولا تحويله، وما بيقدر يحوله، قل له حوله من الراس للكراته، حوله مني لفلان، ما بيقدر. ولذلك يا اخواننا ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله شنو؟ عباد أمثالكم. والإخوة جزاهم الله خير، اخواننا المشايخ بيّنوا ذلك يعني بيانا واضحا جزاهم الله خيرا. فزول أول حاجة يحارب الناس ديل بالعقيدة الصحيحة، وإنه اعتقاده في الله يكون تمام، ويتوكل على الله حق التوكل. لما المشركين قالوا نحن نجمع للمسلمين بعد غزوة بدر، ونحن إن شاء وقال نحن نغزو المسلمين ونكتلهم وننتصر عليهم، ربنا قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ربنا قال شنو؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. العاقبة شنو؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ولم دي من أدوات النفي، والسوء جاءت نكرة، أي سوء ما أصاب. ولذلك العقيدة الصحيحة. نمرة اثنين الدعاء. الدعاء ده يا اخواننا سلاح المؤمن، والإنسان إذا وقع في الكرب فربنا عز وجل بيفرج عنه. ربنا قال أمن يجيب المضطر، أنت زول عيان مسحور معيون غيره، أنت مضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أها، ويكشف السوء، يعني منو غير الله، ويجعلكم خلفاء الأرض. شوف الآية دي فيها المعاني دي كلها، ربنا كشف عنه السوء، ها، وأجاب دعوته والدعوة الصح، بقى خليفة، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالدعاء يا أخواننا شيء عظيم. كذلك الرقية التي جاءت في القرآن والسنة، سورة البقرة والمعوذات وعموم آيات القرآن وسور القرآن، ربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فتقرأ القرآن وتوقن في قلبك إن كلام ربنا سبحانه وتعالى يحرق أي شيطان، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان ثلاث ليال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، والبطلة ديل منهم؟ ديل السحرة. ف
فلما تقرأ القرآن الشياطين ما بيقدروا على كلام ربنا سبحانه وتعالى، لكن وين القلوب اللي بتكون موقنة في كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك برضو يا أخواننا الإنسان ما يكون عنده هوس، زول بس لو يتعود يقول لك والله زي اللي أنا عندي سحر، يا زول ما عندك حاجة أنت ولا بسوي لك شي ذات. واحد تلقاه جاته ملاريا ركبت له في راسه يقول لك لا 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 معناه عملوا لي حاجة، وتلقاه يبحد وكذا، وده يا أخواننا غلط. برضو زول تلقاه يمشي لديل، ديل طبعا حرام الزول يمشي لهم، لأنه ديل بيحلوا لك السحر بالسحر، واسمه شنو يا أخواننا؟ النشرة، ده حرام في الدين، عرفته؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. ده ما بخشوا الجنة. ويقول لك أنا بفتح الكتاب وأنا بجيب الرائحة وأنا برقد لك الخيرة، أنا ما عندي عن قريب أرقد، ولا ما عندي بطانية أجرة، ولا ما عندي عيون أغمدين، مؤهلاتك شنو عشان ترقد لي أنا؟ عرفتها؟ أمشي أرقد لي روحك، ارقد ويلقى قروش، ناس صاحيين وما لاقين قروش. لا أخواننا البلد دي ذاتها جايطة، الله كريم.